ايش اقول لكم؟ والله شكرا، والله يعطيكم العافيه. الخساره اللي صارت ابعدها ان شاء الله خساره بسيطه، وفدا والله رؤوسكم، والحمد لله رب العالمين نحن بخير، والحمد لله رب العالمين ان زهير ما جاء حاجه لان زهير كان موجود، والحمد لله رب العالمين السيارات ما جاها شيء، والحمد لله الحمد لله الحمد لله الرؤوس طيبه، بس هذا المطلوب. الباقي فقرات وادرين ان شاء الله، و60 سنت ان شاء الله راجع باقوى، واذكركم ان شاء الله بعدين. وعلى فكرة ترى البيع في 60 سنت إلى الآن ما وقف، لأن في مستودع ثاني في الخبر، وإن شاء الله بإذن الله بتوصلكم يلي طلبتوا الأقمشة بتوصلكم من المستودع اللي في الخبر، وشغالين على طلباتكم بالضبط. بالنسبة للمستودع هذا خلاص دن، أنا بالنسبة لي ظنتي خلاص ما عاد طلع خاطري منه، فبروح إن شاء الله إلى مستودع ثاني بإذن الله، ما أدري إذا بيكون في الرياض ولا في الشرقية، وبنشوف إن شاء الله. Last night I made a wish on a star. يوم قلت اني ابغى اسوي مستودع مؤقت، الشباب والله ما قصروا وجابوا طبليات. طبعا هذا اللي بقى في جزء خلاص حطيناه داخل، خلصنا من زمان، لكن الحمد لله الله يعطيهم العافيه نقلنا اشياء كثير 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 مره، خلصنا امور واجد، وبيجي واحد ياخذ هذه بكره. طبعا تخيلوا شراها حرفيا، شراها سكراب هو اعطاني مدري كم، الله يعطيهم العافيه. خلاص بكره هذه تنشال، خلاص امورنا كلها طيبه، الربع هو اللي تعبناه اليوم شغال نوره، ما في كهرب، شو نسوي بعد؟ هو المستودع فاضي خلاص، ما عاد باقي بس الا كم حديده او كم رف، وكل هذا بيروح خلاص الحمد لله رب العالمين. هو باقي طبليه هنا نسيتها، الحمد لله خلاص كل شيء تمام، الكمبيوترات والامور هذه كلها تكسرت. طبعا كمبيوتر جيمنج يعني تقريبا سعره 11,000 تقريبا، راح الله يعوضنا. اسمع عليه فدا بكره اول ما يشيلون هذه خلاص بدخل الجيت ان شاء الله هنا، لان خلاص الامور تمام الحمد لله. هذا الرف بخليه حق اغراض الجيتي، اي حاجه يعني زي ما تقولون يعني عده. جاتني اخبار الحمد لله رب العالمين انه طيب، طلعوه من المستشفى وخلاص اموره طيبه قسما بالله البسمي، ما ادري شو اقول له، شكرا والله. قام من قبل لا انا اقوم من النوم واشتغل بذمه وضمير، جاب العمال وسوى كل حاجه وانا ما ادري، تخيلوا. فالله يعطيه العافيه يا اخي، انسان غريب يا اخي، احبه والله احبه. اي امس ارسلت اخواني للبيت، الحمد لله ابشركم ان اموره طيبه، لكن بعض تجمعات المياه الاشياء البسيطه هذه لابد منها، الحمد لله 400 ما صار شيء. داخل البيوت ما جاها برد ولا جاها مطر ولا جاها هواء قوي زي اللي جانا هنا، لان احنا مكان مفتوح بر، يعتبر زي البر، فاول شيء يواجه الهواء المستودع، فشال المستودع بكبره. فشوف ها، شوف الشينكو واضح، والله تلتهنا صدق كثير، والله اللي يقولون لي صور صور صور، نبغى نشوف. والله اني ايش اقول لكم، توني لابس الغتره قبل شوي عشان اصور بس، ولا قبل شوي وجهي غير وشكلي غير ومري كله غير، قاعد اشيل واحط مع العمال والله. فاليوم الحمد لله تقريبا شبه خلصنا، بروح اغسل الجيتي ذا الحين، وبغسل الربع لان فيها طين وفيها املاح والى اخره، لازم اغسل بسرعه قبل لا يجي بكره. اي لا اللي جانا الحمد لله رب العالمين بسيطه، والله العظيم بسيطه، يعني غيرنا والله. شوف انا سمعت ما ابغى يعني، سمعت انه في جنبنا صياح ناس تصايح، يعني الجار اللي عندنا، مو بجارنا جار بس دار، لا جار الجار لجارنا، في ناس يصايحون، الله اعلم وش سالفتهم، والله يستر عليهم، ما ادري هم عندهم اصابات ولا عندهم وفيات ولا ايش عندهم، لأن اللي صار ما هو طبيعي يا جماعة الخير، والله أول مرة يمر على الحس شيء زي كذا. شوفوا الجدار كيف الحجر تحرك، إيش تبي أقوى من كذا هواء. بكرة إن شاء الله بصور لكم، بكرة إن شاء الله بروح الخبر بصور لكم الأقمشة وكل حاجة، بروح المستودع الخبر إن شاء الله بصور لكم، ذكروني بكرة. أخاف إني أجي هنا أشتغل معه، بس خلني أروح بكرة إن شاء الله إني أتذكر. واجد ناس يسألون ولا يدلون الاستراحة، ودهم يجون، وفي ناس والله كثير جاوا متابعين أشكال وأنواع، الله يعطيكم العافية جميعا، قسما بالله أني أحبكم وأعزكم، ووصل والله وصل محبتكم، هذه أهم شيء وصلت، ولا والله العظيم أن موجودين الشباب وش كثرهم اليوم، ممكن اللي دخل الاستراحة أكثر من 100 شخص، ساعدوا وشالوا وحطوا وودوا وإلى، وما قصروا والله ما قصروا.